طريقة استخدامه بشرحها آخر شيء عقب ما أشرح لكم عن الثلاث مكونات كاملة. هو يعتبر فيتامين سي سيروم. هذه ثاني علبة عندي، شوفوا شلون قاعد تخلص، لأن صدق نتيجتها من ثاني أسبوع وايد بينت معاي. إذا حابين نتيجة تبين معاكم بسرعة، يعني إذا أنت عروسة أو مثلاً أنت مثلاً عروس أو عندك مناسبة أو جلسة تصوير أو أي كان تبين نتيجة تبين أكثر أو أسرع، استخدميه مع الديرما. شلون تستخدمونه مع الديرما هم بشرح لكم إياه. تستخدمونه مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل. إذا مثلاً أنت ما تنوعش تحطين حماية ما أنصح تستخدمينه الصبح، لأن بالنسبة لي ما أحب أحط فيتامين سي وأطلع الشمس دايركت لأنه يتأكسد. بس أهما لما تيجين تقرين هني كاتبين 2 times في اليوم، morning و evening، يعني بالليل والصبح، يعني ما يقدر ده حطيتي الصبح، بس أفضل كتجربة حطوا الصبح أسوري الظهاري في البيت لما ترجعين من الدوام، قسلي وجهك ومسحي بتونر يكون نظيف، بعدين حطي وتالي حطي بالليل واستخدميه بالليل. هذا بالنسبة حق فيتامين سي. هيالورونيك أسيد أتوقع الحين ما توفر خالص من البوتيك. هذا الشيء وايد حلو وعجيب ويناسب الكل من بعد العمر 23 سنة مثلا، الله يحفظهم أمهاتنا تقدرون تصدمهم جداتنا. هذا أورغانيك، 98% المواد اللي فيه كلها طبيعية، في فيتامين سي، فيتامين إي، وشاي الأخضر، وفي ورد. شنو فايدته شيخة؟ فايدته أنه هو يعبي الخطوط اللي بالوجه، يشد البشرة، يعطي نضارة ونعومة في نسبة ترطيب كبيرة، يعني هذا تقدرين تصدمينه مع كريمك اليومي مال الترطيب. وايد وايد حلو، أنا أستخدمهم ثلاثتهم مع بعض لأن صدق وايد فرقوا معاي، خلال أسبوعين بتلاحظون فرق وايد كبير.